على بركة الله. إذا قلنا الأعمدة التلقائية، هنا نحاول ما أمكن إن شاء الله واحد الساعة قبل بعد المكانة أو لقاع ساعة المكانة قادانا باش نعرفوا شنو هما الأسئلة اللي كيتحطوا ديما في الأعمدة التلقائية، مفهوم؟ دونك أول حاجة غادي نبداو بها، وقبل ما نبداو طبعا في الأعمدة التلقائية خصنا نعرفوا شنو هي الدخلة للأعمدة التلقائية. وأول حاجة خص تكون كتعرفها في الأعمدة التلقائية وما كتلفش فيها نهائيا هي التفاعلات أكسدة وتفاعلات اختزال. دونك هنا خص تكون كتعرف شنو معنى تفاعل أكسدة وشنو معنى تفاعل اختزال. دونك هنا تفاعل أكسدة وتفاعل اختزال. دونك شحال من واحد كيتلف في هاد الجوج، وهاد الجوج مهمين بزاف في الأعمدة التلقائية. إلا كنتي كتخلط بيناتهم راك أخويا كاتاستروفيك، دونك راك ماشي والو في الدرس، اذا خليك معنا باش تشد مزيان في الدرس. دونك هاد الجوج هادو اللي هما اكسده واختزال، الا فرضنا شديتك انا جنب غير بيني وبينك وقلت لك اختار واحد اكتساب واحد فقدان، وقلت لك اختار لي شكون في هاد الجوج ممكن يجي مثلا مع اكسده، طبعا بالحس الذهني اللي عندنا غتختار كلمه اكسده كتشبه كلمه اكتساب. اذا تقول لي بلي تفاعل اكسده وتفاعل اكتساب، وفي الواقع لا، تفاعل اكسده تفاعل فقدان، ديما سير عكس المنطق ديال اللي كيفتي عليك الضمير ديالك. اكسده راه ماشي اكتساب وانما فقدان، بزاف اللي كيغلطوا فيها. تفاعل اختزال، تفاعل اختزال وتفاعل اكتساب عكس الاخرى عادي. دونك اكتسابيات اكتساب بعض الالكترونات واحد او لا جوج او لا ثلاثه او لا اربعه، والفقدان فقدان بعض الالكترونات واحد او لا جوج او لا ثلاثه او لا اربعه كيفما العاده. ناخذ هنا مثال ديال تفاعل الاكسده ومثال ديال تفاعل الاختزال، وقبل ما ندوزو له غنشوفو بعدا الكوبل. دونك بالنسبه ل وي حاجه اخرى قبل ما ننسى، كاين اغلبيه واقيلا جو بونس عربي ولا فرنسي. المهم تراديكسيون تفاعل الاكسده وتفاعل الاختزال. دونك قلنا اوكسيداسيون، لوكسيداسيون ديالنا باش كلش باش نقولو الفائده تعم. ديما في لي كور كنحاول ندير بالعربيه والفرنسي باش اللي هو عربي يستافد واللي هو فرنسي يستافد بجوج. دونك لوكسيداسيون و الريدكسيون. دونك لوكسيداسيون كاين فيها واحد البيرت ديال الكترون، و في الريدكسيون كاين واحد الكابت او لا غاني عادي كابت ديال الكترون. دونك في الريدكسيون اللي هي اختزال العنصر ديالي الكيميائي كيكتسب واحد الالكترونات، و في تفاعل الاكسده اللي هو قلنا اوكسيداسيون العنصر الكيميائي ديالي كيفقد بعض الالكترونات، مفهوم؟ دونك هنا ناخذ شي مثال على كل واحد، وقبل ما ندخلوا للمثال ديالنا بعدا نعرفوا واحد الكلمه اللي هي الكوبل. دونك هنا ما تنساوش بلي انا كنحاول نشرح بواحد الطريقه اللي يفهم بها اللي هو ديجا فاهم الدرس، وحتى اللي ما فاهمش الدرس يدخل معنا يفهم شنو كندير، مفهوم؟ دونك فهم يفهم مفهوم داكشي هو هذاك. دونك هنا الحاجه اللي ندويو عليها دابا هي الكوبل اللي هي المزدوجه. دونك المزدوجه اللي قلنا الكوبل، لي كوبل اون جينيرال كيتكتبوا على شكل اوكس الفوق وريد لتحت، مفهوم؟ اوكس ريد. دونك كتكتب على شكل اوكس ريد، وحتى في الفرنسيه بون في العربيه هي براسها الناس اللي كيقراو العربيه راه كيقراوها اوكسريد، اللي هي الفوق مؤكسيد والتحت مختزل. بون التعريف ديال مؤكسيد التعريف المختزل ما كيهموكش انت حاليا، بلا ما تحمق راسك بيهم، خليك اخويا مركز معنا غير دوك الاسئله اللي عندك في الوطني. انت ما تنساش بلي راك داخل معنا في هذا الجروب اللي هو جروب ديال بريباراسيون 15 جور 15 بوان، مفهوم؟ يعني الاسئله اللي ما عندك ما دير بها ما تسولش فيها، باش بلا ما تحمقك تقول لي عطيني التعريف ديال الاكسده. استاذ اختصر شويه في الدرس الله يحفظك المسائل اللي باينه. اوي هي بالفعل تفاعل اكسده وتفاعل اختزال راها باينه، ولكن غير من باب التذكير، لان باش تكون شاد انت الدرس ديال الاعمده خصك ولا بد تكون فاهم ليا الزويجات هادو، حيت عليهم كنبنيو اصلا. دونك هنا نزربو في هادشي دغيا، ناخذو غير كامثله، ناخذو مثلا الكوبل ديال ال 3 بلس مع العيل، هنا غير كامثله باش نبينو صافي. دونك نفرضوا بلي كيدفع لنا الايل كيعطيني الايل 3 بلس، هذا شحال عندهم شحنه موجبه 3، دونك شحال خصهم الكترون 3 الكترونات. المعادله وزنت، هنا عندي 0 شحنه وهنا عندي 3 بلس زائد 3 موان هي 0 شحنه، دونك توازنت المعادله.
ناخذ هنا ككوبل اخر سي ال 2 دونك سي ال 2 مع سي ال موان مشكلين سي ال 2 مع سي ال موان وهذه بزاف اللي كيغلط فيها دونك سي ال 2 عندنا نفرضوا سي ال 2 ولا غادي يتفاعل وغادي يعطيني سي ال موان دونك هنا اول حاجه هذه عندي شحنه سالبه وهنا عندي زيرو شحنه سالبه ما عندي اصلا حتى شي شحنه انا زيرو في الشحنه اذا انا من الهدف ديالي من معادله اكس داو الاختزال كنزيد الكترونات دونك الحل الوحيد ديالي هو نزيد هنايا الكترونات باش تكون عندي شحنه سالبه على اليسار وشحنه سالبه على اليمين هنا المشكل فين كاين هنا عندي جوج ديال الكلور هنا عندي غير كلور واحد اذا نضرب هذه في جوج مي كضربها في جوج ثاني سمنه دونك ولكن ولا عندك واحد المشكل اللي هو الشحنات هنا عندي جوج موا مفهوم وهنا عندي غير موا واحده اذا نجي نضرب هنا في جوج ها هي توازنت صافي دونك هذا تفاعل اختزال واضحة لأن هنا اكتسبنا الكترونات دونك أنا درت هاد المعادلة هادي شوية حيتاش فيها معاملات ماشي بحال بحال بهدف أننا نحصلو على المعادلة النتيجة دونك المعادلة النهائية رياكسيون فينال ديالنا رياكسيون ديالنا شنو نعتمدو فيها على الموازنة ديال الإلكترونات هنا عندي شحال من إلكترون دونك هنا عندي ثلاثة إلكترونات هنا عندي جوج إلكترونات ما بيناتهم حتى شي عدد مشترك اذا ممكن يكون ما بينهم حتى شي عدد مشترك هنا نضربوه في جوج وهنا غادي نضربوه في ثلاثة دونك قلنا هنا نضربوه في جوج هنا نضربوه في ثلاثة عادي دونك غنشرو جوج في الأل تجيك هي جوج أل زائد هنا عرفتيني فاش نضربوه في ثلاثة قلنا ديجا ثلاثة في جوج هي ستة الكترونات مشاو لي هادو مع ثلاثة في جوج مشاو لي هادو دونك كتبقى لنا ثلاثة في سي ال دو هي ثلاثة سي ال دو غادا تعطيني اما دير منحين او جوج منحين بون هنا في الجهه اللي هي على اليمين عندي عاوتاني نفس القضيه جوج فايل 3 بلس هي جوج ايل 3 بلس زائد 3 في جوج ديال سي ال موان دونك زائد 6 سي ال موان حتى مين سي اللي بغيتي تاكد راه باينه هنا عندك 3 ديال لي بلس في جوج هي 6 وهنا عندك 6 في موان هي 6 دونك راه الشحنه متوازنه هنا عندي زيرو شحنه وهي زيرو شحنه دونك هذه المعادله النهائيه قلنا ديالنا اللي هي رياكسيون فينال ديالي في خطرة دونك هنا درنا غير الدخله ديالنا اللي هي الشرح ديال تفاعل اكسده اختزال وقلنا بلي هذا التفاعل اكسده اختزال تفاعل مهم جدا خص تكون كتعرفوا واضحه لان الا ما كنتش كتعرفهم غادي تلف ليا في المعادله النهائيه او لا يقدروا كاع هما يعطيوك المعادله النهائيه وتبغي انت تخرج لي من الشحنه ديال العمود او قطبيه العمود وما غاديش تعرف مفهوم دونك ندوزو لثاني حاجه ثاني بارتي عندنا هنايا في الكور هي التمثيل التجريبي او لا التجربه دونك ثاني حاجه التجربه دونك التجربه ديالي بعض المرات يقدر يطلب منك يقول لك ارسم تجربه ديال العمود او يقول لك مثلا ارسم شي عمود فلان فلاني ويعطيك هو الوصف ديالو كامل انت خصك غير ترسم لنا يعني يجي دير لنا غير السطوله مفهوم نجي تعمر لنا غير السطوله اللي عندي هنا داكشي راه ساهل ماشي شي حاجه زعما بون هنايا نقيو هادي هادي طلع هكا هادي طلع هكا وندوزو هداك عرفتي هنا غادي نجيو نديرو بحال هكا دونك هنا حنا رسمنا التبيان التجريبيه ديال العمود صايي دونك سمحوا لي كنت كنزرب شويه راه لان الدرس فريمون درس قصير ما خصوش ياخذ لك بزاف ديال الوقت لا في البريباراسيون في داركم ولا معايا هذا الدرس ما خصوش ياخذ لك بزاف ويرجح انه يتحط في الوطني وتكون عليه جوج نقاط ونص يعني واخا تشوف الدرس بلي راه ساهل خذ بعين الاعتبار راه واحد نقطه ونص اولا جوج نقاط ونص ما كيشيروا دونك هنا كنحاول ندقق في هادو علاش لان مهمين دونك هنا حنا رسمنا التجربه ديالنا هنا غنحاولوا نديرو مثلا شي مقاومه عندي هنا مقاومه ار بون عندي مقاومه هنا وهنا غادي نحاولوا نديرو امبيرمتر حيت امبيرمتر مهم بزاف في الاعمده
دونك اون بيريمتر ديالي هو هذا صافي. نتمنى تكون الصوره واضحه. اذا هنايا غادي نعمرو، هذا هو الاون بيريمتر ديالنا، هذه المقاومه ار ديالي. هنا عندي هذه كتقرا مقصوره او نصف عمود، هاد جوج سطور اللي كيبان لكم هنا، دونك هادي مقصوره واحد وكتقرا نصف عمود، وهادي مقصوره جوج وكتقرا حتى هي نصف عمود، واضحه؟ دونك هادو مقصورات ديالنا بجوج. كل مقصوره كتكون كتضمن واحد التفاعل ديال اكسده اختزال. فيديو سيسبوندي واش شوف واش الفيديو حبس؟ كيحبس؟ 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 راه كان كيحبس الفيديو راه غير ربما بسبب الكونيكسيون ولا الويفي. دونك قلنا هنا كل سطر كنسميوه مقصورة أو لا نصف عمود بحال بحال، عندهم جوج من نفس الأسماء. هذه اللي كتكون عندي هنا في الوسط كتكون قنطرة ملحية، القنطرة الملحية هي البون صالي ديالي، لو بون صالي. بون صالي بون بون صالي، اسمحوا لي كانت الكتابة ما كتبانش مزيان. بون ما عرفش دونك قلنا هذا القنطرة الملحية واللي هي البون صالي، دابا كنظن كتبان مزيان صافي. دونك قلنا نصف عمود راه سميتها بالفرنسية، حتى هي عندها هي سميتها بالفرنسية بغينا، دونك دومي دومي بيل، واضحة؟ هنا قنطرة ملحية قلنا، هنا عندنا ريزيستونس، هنا عندنا أمبير متر. الأمبير متر ممكن تستخدم باش نقيسو به التيار اللي دايز ليا في الدارة، وممكن يتخدم باش اصلا يشير لنا المنحة التيار الكهربائي، لان يعني نورمالمون التجربة متعلقه بجوج اسئله بعد الحفاظ. السؤال الاول اللي هو كيقول لك شنو هو الدور ديال القنطره الملحيه، دونك بون نكبروا هنا دونك قلنا ممكن يسولونا كسؤال في الكور بالنسبه للتجربه، كيسيون في الكور اللي هو دور القنطره الملحيه او الايونيه بحال بحال. دونك لو رول دي بون صالح، لو رول ديال قلنا ديال البون صالح ديال الدور ديال القنطره الملحيه ولا البون صالح، كاينين ربعه با دو بلوس مفهوم. هاد ربعه ممكن نقص، قلنا اصلا البون صالح بدا طلعنا الفوق وشنا لقاو بلي البون صالح اللي هو القنطره الملحيه ديالنا شنو كتربطنا، كتربطنا بدا جوج ديال المقصورات، المقصوره الاولى والمقصوره الثانيه. دونك الدور الاساسي ديالها انها كتمكن لك عمليه الربط ما بين جوج مقصورات او لي دو دومي بيل، دونك اي فيرم لو سيركوي الكتريك ديالنا مفهوم. دونك القنطره الملحيه هذه اول حاجه فيرم لو سيركوي الكتريك كتشدو، ce qui permet l'liage ce qui permet le courant باش يدوز، دونك permettre le permet au courant la circulation du courant la circulation du courant dans le circuit. فهم هادي ثاني حاجه عرفتي عندها ليميغراسيون ديال لي زيون، لان كتسمح ليا بهزات الالكترونات، دونك bon permet l'immigration permettre il permettre l'immigration des ions
Des hasards, ou des électrons, gars. Bon, des électrons, c'est mieux. Des électrons. Où ils séparent les réactifs. Les réactifs, ils ne sont pas très بوم يعني الرياكتيف اللي كاينين في المقصوره رقم واحد ما يكونش في المقصوره رقم جوج وما يمكنهمش يتخلطوا نهائيا دونك يل سيبار ولا سيباراسيون ولا بون سيبار كما بغينا سيباراسيون دي رياكتيف دونك هنا قلنا كدور ندرج مو ثاني دور القنطره دور القنطره الملحيه كنا غلق الداره الكهربائيه هذه دو 1 دو 2 سماح بمرور تيار كهربائي سماح بمرور تيار التيار الكهربائي وثالث حاجه سماح بهجره الالكترونات دونك نحاول ما يمكن نزرب دونك هادو دي كيسيون دكور ورابع حاجة قلنا فصل المتفاعلات كي يفصلنا ما بين المتفاعلات ديالنا دونك هذا قلنا دور القنطرة الملحية دونك حاجة أخرى يقدروا يسولوك عليها تاني بالنسبة للتجربة ديالك هي حملات الشحنة لي بورتور دو شارج فهم لي بورتور دو شارج حملات الشحنة حملات الشحنة ديالنا اللي هما قلنا لي بورتور بورتور دو شارج اصلا حنا من يامات السانكيام كنعرفو شكون هما لي بورتور دو شارج يامات السانكيام اللي هما قلنا حملات الشحنة ديالنا دونك حملات الشحنة بالنسبة للي ميطو يعني الفلزات كاينين هما الالكترونات حبست حاول نزرب شوية وي صراحة هادشي كلشي خصو يكون عارف دي حاجة باينة ولكن كنحاول ما امكن اننا نشرحو حتى اللي ما عارف فهم دونك قلنا حملات الشحنة اللي هي معروفة كاين الالكترونات كتكون في الفلزات اللي هما قلنا لي ميطو وعندنا الايونات لي زيون كيكونو في لي بون لي زيون كيكونو قلنا في لي سوليسيون اكوز في لي سوليسيون اكوز ديالنا Là, c'est la solution électrolyse. Donc, il y a deux questions de cours. Je vais vous montrer ce qu'on a fait. Bon. Omar, bien sûr, Omar. Tahir, c'est Omar. Donc, il y a Hamel Souhnel, qui est porteur de charge, qui est une électrolyse ou qui est une ionesse. Il y a une autre question de cours. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a دابا ندوزو لأهم حاجة عندنا هي كيفاش دير تعرف يعني أولا شنو هما الأسئلة اللي ممكن يطرحوا أصلا على الأعمدة فهم واللي هما كيركزو لنا خاصة على قطبية العمود دونك ثالث حاجة كيفية التعرف عرفتي نحبس حبس دونك كيفية التعرف على قطبية العمود دونك كيفيه التعرف على قطبيه العمود هي اللي غتهمنا حنا اصلا في هادشي كامل هادي ممكن نقولوا ان ماشي كلشي عارفها اخي ابراهيم فهم دونك ماشي كلشي عارف دونك اول طريقه ممكن تعرف بها كيفيه يعني القطب واش راه موجب او لا قطب سالب هي تمشي تشوف ملاحظه التيار الكهربائي على الشكل دونك اول طريقه هي ملاحظه التيار الكهربائي الكهربائي على التجربة دونك هادي أهم حاجة خاصك تعرف تلاحظ التيار الكهربائي على التجربة دونك كي نديرو نعرفوها نطلعو التجربة ديالنا سيبوزون بلي جاوهم عطاوك الشكل اللي هو هذا وقالوك سمي لي مثلا عناصر قنطرة ملحية أمبيرمتر مقاومة هادو بعدا كيتكناو إلكترودين باش منساوش هادو إلكترودين إلكترودين وعارفين كيكون كاثود واحد فيهم كيكون انود شكون هو هنا نشوفو دونك فرنا عطاوك هاد الشكل هادو قالك سمي لي العناصر سميتي لي العناصر الله يسخر ومن بعد قالك حدد لي شكون هو القطب الموجب وشكون هو القطب السالب ولكن في الدارة عطيك واحد المنحة ديال التيار اي فهم
دونك انت بداك الفطره اللي عطاك الله من ايامات السبعه، راك عارف بلي التيار الكهربائي كيخرج من القطب الموجب وكيدخل للقطب السالب، مفهوم؟ اذا الا فرضت انا التيار لقيته خارج من هذا المحور اللي هو واحد، ولا من هذا الالكترود اللي هو واحد وغادي الالكترود رقم جوج، دونك نقول بلي شكون هو هنا القطب الموجب؟ هو رقم واحد لان خارج منه التيار. وشكون هو القطب السالب؟ هو رقم جوج لان غادي ليه التيار، مفهوم؟ وبالمناسبه الى سولوك وقال لك مثل ليا منحى الكترونات، منحى الكترون كيكون عكس منحى التيار، منحى الالكترون كيكون عكس منحى التيار. الا هما فرضنا سولوك على مثل ليا منحى الالكترونات ديالي، دونك هذه قلنا الطريقه الاولى. الطريقه الاولى قلنا ميبيانيان بير، دونك الطريقه الاولى ميبيانيان اللي هي ملاحظه التيار الكهربائي. مالو هذا التيار الكهربائي؟ قلنا التيار الكهربائي يخرج يخرج من القطب الموجب ويدخل في القطب السالب، مفهوم؟ دونك هذه هي الطريقه ديالنا الاولى. الطريقه الثانيه ونحيدو هذا من هذه، دونك قلنا الطريقه الثانيه هي جهاز الامبيرمتر. هتقول لي مالو هاد جهاز الامبيرمتر؟ جهاز الامبيرمتر ديالي راه مهم بزاف في تحديد قطبيه العمود، وخصك ما تكون عارفه ان جهاز الامبيرمتر عنده واحد القطبيه، عنده قطب بلس وعنده قطب موا، وفي داك الموا اما كنديرو موا، اما كتكون نقطه، اما كتكون واحد الكلمه اللي هي كوم، واضحه؟ وهنا كملاحظه إذا عطاتك القيمة ديال الإيد الأمبيرمتر سالبة راه حاجة، ولا عطاتك القومة ديال القومة القيمة ديال الإي ديال التيار المار في الأمبيرمتر موجبة راه حاجة، لأن نورمالمون القطب السالب خصو يكون لاصق في الكوم باش غادي يكون عندك تيار موجب. إذا هنايا في الحالة اللي كتكون إي أصغر من أ، يعني إي اللي بين الأمبيرمتر أصغر من أ، هذاك يعني بلي كوم مرتبط بإن قطب القطب الموجب، ولا كان التيار موجب معناتها هذا بلي الكوم اللي هو الموا راه مرتبط مع القطب ديالو اللي هو عادي، مرتبط ماشي سيليباتير وإنما مرتبط مع الموا، مفهوم؟ دونك إذا فرضنا طلعنا عاوتاني نفس القضية التمثيل ديالنا ديال التجربة، دونك جا ودار لك هنايا نقيطة وكتب عليها كوم، طبعا ما يكونش عاطيك التيار، ما غاديش يكون عاطيك التيار، ما يكونش نهائيا هاد التيار. دونك ما كيكونش نهائيا منحى التيار، كيكون عاطيك غير الكوم، يعني هذا ما كايناش نهائيا ولكن عاطيك الكوم. جا وقال لك بلي الكوم راه عندي هنايا، صافي حنا طبقا القاعده ديالنا خصو يقول لي هاد الا اولا شده التيار شحال كتساوي. فرضنا حسبتي هاد شده التيار، قال لك شده التيار اللي كدار على الامبيرمتر هي جوج ملي امبير، واضحه؟ جوج ملي امبير مالها؟ راه بوزيتيف. مادام بوزيتيف اذا الكوم خصو يكون لاصق فين؟ في القطب السالب. اذا غنجي لهذا ونسميه انود، مفهوم؟ غنسميه انود ديالي و انود دي. وفي هاد الحاله يكون الاخر هو الكاثود، صافي انود خلاص راه انود. دونك هذه قلنا الطريقه الثانيه باش ممكن تعرف قطبيه العمود، لان راه كل طريقه راه ممكن تمثل لك تمرين، كل طريقه راه كتمثل لك تمرين يقدر يتحط. دونك الطريقه الثالثه، الطريقه الثالثه كنعتمد فيها على التفاعل اللي شفناهم في الاول، تفاعلات اكسده اختزال. دونك الطريقه الثالثه تفاعلات ولا تفاعلات اكسده اختزال. شنو معنى تفاعل اختزال؟ كتقول لنا واحد القاعده، اش كتقول لك؟ بلي القطب الموجب اللي هو الكاثود خصو يوقع حداه عمليه اختزال، واللي هي قلنا اكتساب الكترونات. دونك اذا انت صيبتي المعادله ديال التفاعل ولقيتيها اختزال، اذا داك المعادله ديال التفاعل داك النصف عمود اللي انت صيبتي فيه المعادله راه كيمثل ليا الكاثود. ويلا نتايا
لقيتي لنا اكس هذا. اذا داك نصف عمود ولا داك الالكترود اللي انت حسبتي فيه اللي درتي فيه ديك التفاعل كيمثل لي الانود، مفهوم؟ واللي هو القطب السالب واللي هو فقدان الكترونات، واضحه؟ وهنا كنجيو للمرحله الرابعه اللي هي توضع، الطريقه الرابعه اللي هي توضع او لا تاكل. ان بعض المرات كيقول مثلا يتاكل عمود النحاس، هذا معناته بلي عمود النحاس راه عباره على انود، لان التاكل كلمه تاكل كنقصدوا بها الاكسده اللي هي الانود، وكلمه اختزال اللي هي كاثود كنقصدوا بها توضع. دونك ملي تشوف كلمه توضع هذاك راه اختزال اللي هو كاثود، ملي تشوف كلمه تاكل هذاك راه فقدان اللي هو اكسده اللي هو انود. دونك هذه الطريقه الثالثه اللي كنعرفوا بها تفاعلات الاكسده والاختزال. دونك هنا ثاني كندوزو لثاني حاجه ولا ثالث حاجه بليطو رابع حاجه عندنا مهمه اللي هي تبيانه اصطلاحيه، لان هذيك التجربه راه عباره عن تبيانه تجريبيه والاخرى تبيانه اصطلاحيه. دونك رابعا او لا خامسا ولا ما عرف شنو، دونك رابعا التبيانه دونك تبيانه أوي الترجمة وي راه نسيت هو كنسى بزاف وي الناس ديال الترجم الناس ديال الترجم مزيان ملي كتفكروني مرة راه مزيان. بون كنظن بعدا بالنسبة للتيار الكهربائي دي مكتحتاجش ترجمة، دونك هنا منها نديرو مراجعة منها نديرو ترجمة. دونك قلنا بالنسبة للطرق باش كنتعرفو على قطبية العمود يعني بولاريزاسيون ديال البيل ديالي، دونك نشوف شي كولة أخرى. بولاريزاسيون ديالنا ديال دي بيل، بغينا نعرفو لي بيل واش بوزيتيف يعني واش القطبية ديالو البولاريزاسيون ديالو واش بول بوزيتيف أو بول نيجاتيف، مفهوم؟ دونك قلنا كاين ثلاثة ديال لي ميثود. الطريقة الأولى يعني تلاحظنا التيار من كيخرج نورمالمون الكورون إي سور دو بول بوزيتيف فيغ لو بول نيجاتيف. دونك تا شتي في الشيما خصك تفهم بلي راه لو سونس ديالك تعرف تطبقو على الشيما ديالك وتخرج ليا لو بول ديالي. الطريقه الثانيه هي تخدم لنا جهاز امبيرمتر، يعني الامبيرمتر ديالنا امبيرمتر. دونك غير التالي وي بون داكور بون هادي راه باينه كنظن كوم في البلوس داكشي اصلا كيبان لي مافيهش نهائيا فرونسي. اذا التالي ولا الطريقه الثالثه هي اللي قلنا خصها تراديكسيون بصح، هي تفاعلات رياكسيون اوكسيدو ريديكسيون. صافي هنا الاخرى عندنا اذا قلنا البلوس اللي هي كاثود، اون كاثود ديالنا بلوس اللي هي الكاثود كتمثل لي الرياكسيون ديال الريدكسيون. اذا من لقانا واحد الرياكسيون ديال الريدكسيون خصني نعرف بلي داك داك الالكترود اللي لقيت حداه الرياكسيون ديال الريدكسيون راه عباره على كاثود. دونك اللي هو قلنا كابت ولا ال بير لا ان كان غاني دي زيليكترو، مفهوم؟ وبالنسبه للتوضع هما كيقولوا في التكست الفرنسي يسو ديبوز، هادشي اللي كنظن لقيت كاع اصلا يسو ديبوز.
Donc, il veut que le métal se dépose. Le métal se dépose. Il est maintenant ça qui est au-dedans. Il y a un métal se dépose. Ou le moins, il y a l'anode. Il y a l'oxydation. L'oxydation. Il y a l'espèce chimique, il perd des électrons. Perd des électrons. Vous faites avec un goulot disperse, le disparaître. Bon, peut-être qu'on disparaître. Le métal se disparaît. Bon, le métal disparaître, par exemple. Disparaître. Il se diminue. La masse de l'électrode diminue. Diminue. C'est que tu te qui fait maintenant mon qu'une trade augmente. La masse augmente. La masse maintenant augmente. حتى هي ممكن تخدم هنايا باش نبينو بلي راه كاثود. صافي هادشي اللي كنظن كاين في التراديكسيون. وبقات لنا قلنا كاتخيام ياك كاتخيام بارتي اللي هي قلنا تبيانة اصطلاحية. تبيانة الاصطلاحية. تبيانة اصطلاحية كنقصدو بها لو شيما كونفونسيونيل ديال لابيل. دونك هو لو شيما. هاد الفيديو كي تسيسبوندا معرفتش كاع مالو. لو شيما كونفونسيونيل كونفونسيونيل دو لابيل. دونك جو كخوا دو لابيل. دونك شيما كونفونسيونيل شو كيهمك نتا خصك كيهمك تعرفي شكون هو البلوس وشكون هو الموان. دابا سيبوزون ناخدو حنا واحد جوج ديال لي زيكزومبل. فرضنا عندنا الكوبل اللي هو كاع حنا مالنا على التمارين كاملين نرجعو لداكشي الاول اللي حنا درناه. دونك في داكشي الاول اللي حنا درناه كان عندنا هاد الكوبل هذا اللي هو ايل 3 بلس على ايل وتفاعلنا مع سي ال 2 سي ال موان ولقينا بلي ايل 3 بلس ايل راه عباره على اكسده اللي معناته بلي هذا راه موان. يعني شو قلنا قبيله قلنا الاكسده اللي هي الاوكسيداسيون كتعني بلي راك نتا في البول نيجاتيف مفهوم. دونك مادام راه حنا في البول نيجاتيف اذا هذا غياخد ليا موان. وهذا شنو فيه؟ فيه ريدكسيون. هذا فيه ريدكسيون. ريدكسيون سي ان كابت اللي هي قلنا كتمثل ليا البول بوزيتيف اللي هو الكاثود. اذا هذه ولا هذا الكوبل هذا غياخد بلوس. اذا الا شديت انا لي كوبل ديالي بجوج القى بلي الايل 3 بلوس مع الايل سولون داك ليكزومبل لي شنا قبيله كتمثل ليا موان. وباللي سي ال 2 مع سي ال موان كتمثل ليا الكاثود اللي هو بلوس. صافي دونك انا عارف شكون هو الكوبل اللي كيمثل ليا البول نيجاتيف شكون الكوبل اللي كيمثل ليا البول بوزيتيف. فهم دونك غادي نبدا بون شيما كونفونسيوني دو لابيل او لا تيبين اصطلاح ديال لابيل بدا ليا باي بول بغيتي. فرضنا بليت انا بالبلوس كنمشي نشوف داك البلوس شكون الميتال اللي كاين حداه او لا غاز او لا شنو بغيكم. بون حنا عطينا غير اكزومبل. دونك بحال دابا مثلا البلوس شكون اللي حداه هنايا حدا سي ال موان ولا سي ال دو فهم اللي هو شكون مرافقو سي ال موان. وكتجيني وكترسم لي داك البون سالان ديالك القنطره الملحيه كترسم لنا البون سالان ديالك اللي هو القنطره الملحيه او الايونيه. ومن موراها شنو كاين من موراها كاين الكوبل ديال ال 3 بلس اللي هو كيمثل ليا الموان. دونك نجيو ندير ال ال 3 بلس مع ال ال ونحط حداها موان. وباش ما بديتيها راك صحيح بديتيها من البلس للموان صحيح بديتيها من الموان للبلس راك صحيح. ناخذ كوبل اخر الى فرضنا خدينا سي دو بلس على سي يو. وفرضنا بلي سي دو بلس هو الموان. وفرضنا بلي عندنا الكوبل الثاني مثلا هو الاج جي بلس على الاج جي والاج جي بلس على الاج جي هو البلس. دونك في هذه الحاله قلت لك خرج لي من هنا الشيما كونفونسيونيل ديالي اللي هي تبيان اصطلاحيه. قلنا بدا باش ما بغيتي فرضنا انا بديت بالموان. الموان فين كاين حدا سي يو. ما غنبداش بالسي يو دو بلس ديما كتحاول تبدا بلي ميطو. عندك لي ميطو بدا بهم.
دونك الميطال اللي عندي هنا هو سي يو. دونك غنحط حدا الموا سي يو وندير سلاش ونحط حداه الايون ديالو سي يو دو بلس. وغنرسم عاوتاني البونسالان ديالنا قنطره الملحيه ومول القنطره الملحيه رسم الكوب ديالي الثاني. وديما ديما حاول تخلي الميطال للتالي. دونك هنا عندك الاج جي بلس نحطها هنايا حيتاش ماشي ميطال. وعاوتاني سلاش ونحط الميطال. شحال من واحد كيمشي غلط كيحسب له بلي هادو اللي كنرسمو هنايا في البون في الاخر في الشيما كونفونسيون ديالنا راه هما لي كوبل وما راه ماشي لي كوبل نهائيا. يقدروا يجيك في شي تمان متكافئين مع الكوبل ولا كيشبهوا الكوبل اه يقدروا يجيو في شي تمان ولكن ماشي ديما يجيو بحال لي كوبل. مفهوم؟ بحال دابا هنا مثلا فوق راني حطيت لك سي ال دو سي ال موان كتشبه الكوبل و اي ال 3 بلس معايا كتشبه الكوبل حتى هي ولكن راهي باغ هازار ماشي جوست توتالمون. مفهوم؟ ولكن هنا علاش هذه كان فيها المشكل لان اصلا ما فيهاش لي دو ميتو هذه فيها ميتال ولكن هذه ما فيهاش ميتال فيها غير غاز. مفهوم؟ في الحاله الثانيه اللي كانوا عندنا دو ميتو راه شدينا لي ميتو حطيناهم في الطرف ولي زيون حطيناهم في الوسط. هادشي اللي كاين. دونك هنايا كنا شنا سيما كونفونسيون قلنا وسيما اكسبيريمونطال وشنا الديفينيسيون اللي خصك تكون حافظهم شنا لي ديفيرون ميثود كيفاش دير تلقى البولاريزاسيون ديال ديالك بون بولاريزاسيون ديال البيل ديالك. دابا غندوزو كيفاش دير تعرف لو سونس ديالك. دونك سانكيامو منحة التطور منحة التطور تيتطلب بزاف هدا في التمان ديال لي بيل هي لو سونس التطور التفاعل منحة التطور التفاعل ريفوليسيون ولا ايفوليسيون مزال خدام اسمو ثقيل. دونك سانكيمون من حتى تطور لي هو سونس ديفوليسيون. لو سونس ديفوليسيون ديالنا دونك هاد لو سونس ديفوليسيون منين كنحسبو بعدا اول حاجة باش تحدد لو سونس ديفوليسيون ديالك خصك تمشي تحسب لنا الكيو ار انيسيال. الكيو ار انيسيال الى فرضنا عندنا شي ايكواسيون هي هادي ا ا بلس بي بي كتعطينا في هاد لو سونس 1 وهاد لو سونس 2 كتعطينا مثلا سي سي بلس دي دي واضحه. دونك انا نقول الكيو ار انيسيال شنو هي هي سي يعني لا كونسونطراسيون ديال سي انيسيال على بويسونس سي فوا كونسونطراسيون ديال دي انيسيال على بويسونس دي سيغ A à puissance A initiale, B à la puissance B initiale. Ou bien que tu as la quotient de la réaction, donc on a mis que tu as la quotient de la réaction dialg, qui est 3K. Et on a dit que c'est un peu plus de temps. Il y a un peu de temps qui est un peu plus de temps. كيبغي يوصل لحالة التكافؤ ديالو أو لحالة التوازن ليطا ديكيفالونس ديالو أو ليطا ديكيليبر. دونك كيبغي يوصل ليطا ديكيليبر ديالو صافي. دونك ليطا ديكيليبر هي الميليو كا. دونك سيبوزون نتا حسبتي لنا خاي الكيو ار انيسيال ديالك ولقيتيها صغر من كا دونك هادي هي الحالة الأولى. دونك فهاد الحالة نتا راك لقيتي الكيو ار انيسيال هنايا. دونك نتا قلنا اي تفاعل شنو كيبغي يمشي يوصل لين لحاله التوازن ديال هاد التكافؤ اللي طادي كيليبر ديالو. دونك غادي يحاول يمشي لنا الكا. ولا نتا شتي ليا الفوق في الرياكسيون ديالك هاد السهم اللي انا رسمتو راه هو نفسه اللي كيمثل لي رقم واحد يعني لو سونس ديريكت منها مباشر منها المباشر اللي هو قلنا سونس ديريكت ديالنا ديريكت سيسبوندار راسو على الفيديو ندير التليفون يتشارجا اش باقي لا غادي يدي شارج التليفون ندير يتشارجا دونك قلنا لقيتي كيو على انسيال صغر من كا هادي كاينين بلي راك نتا في لو سونس ديريكت واضحة تتطور المجموعة كنقولوا
تتطور المجموعة. Afficher. Demande pour faire. J'ai dit que Brahim, je te dis de avancement. Bon, vous n'avez l'interprétation que l'initiation sera mon cas. Vous avez maintenant oublié de savoir le mouvement. في منحة المباشر فهم اللي هي كنقولوا باللي راه السيستيم ايفولي دون لو سونس ديريكت فهم منحة الى مباشر اللي هو واحد دونك لو سيستيم ايفولي دون لو سونس والسؤال ديما كيطرح بعدا في الامثله التلقائيه واضحه دون لو سونس ديريكت اللي هو قلنا كيمتنا في الحالة الثانية إلا أنت حسبتي كيو آر إنيسيال لقيتيها كبر منك دونك كيو آر إنيسيال حسبتيها لقيتيها كبر منك دونك هذا شنو معناته معناته بلي أنت راك كترجع مارش أريير كيو آر إنيسيال راه هنايا وأنت راك راجع مارش أريير دونك هذا كيمثل ليا إن سونس لو سونس دو اللي هو منحى معاكس منحى المعاكس لو سونس أوبوزي لو سونس أوبوزي ديالنا دونك نقولوا بلي تتطور المجموعة في منحة المعاكس للتفاعل تتطور المجموعة في المنحة المعاكس للتفاعل واللي هو المنحة رقم جوج دونك ليفوليسيون ديال السيستيم كيكون في لو سونس اوبوزي او لا انفيرس دونك لو سيستيم évolue dans le sens opposé à l'inverse. Li voit le sens de. Au fait, le halem qu'est-ce qu'on cueille à l'initial? Que par mon cas, mais qu'est-ce qu'il y a de ce que tu veux dire à chier ou t'habes ou salina? Là, à tout le monde, dès que le mot a des lignes, ça a été bien fait. Le ou les timbres, ou tu qu'elles bah. Il y a une chose à tout le monde. Les mots que le petit âge ou que le petit timbre, la grande. Ce que tu qu'elles bah. À tout le monde, CC plus DD. كتعطيك أو لا تعطيها AA بلس BB هكا تولي تحطها تقول لنا ألوغ تقول ألوغ ليكواسيون دوفيان وتكتب بعد فهم ألوغ هادشي دونك في الحالة التالية الأخيرة هادي أصلا ما كتكونش كيو آر إنيسيال كتساوي لكا دونك لقيتهم متساويين دونك لو سيستيم أغيط ولا سيستيم أون إيكيفالون مجموعة في حالة التوازن يعني لو سيستيم اون ايكيليبر اون ايكيليبر ديالي و الا كان سيستيم اون ايكيليبر شنو معنات هذا العمود راه توقف على العمل توقف على الشغل توقف العمود يعني الاشتغال حبسنا من الخدمه سالينا سدس مادام كما كنقولوا معناتها بلي الكورون اي اي تيغال زيرو دونك la pile quand vous le cesse ou la arrête son fonctionnement donc il me quand vous le habsez la mal ou la tfa la pile donc هذه هي مهمه بزاف لان هي كتطرح في الوطنيات ديال ليبيا صافي اخر بارتيه هي التغيرات سيزيامون تغيرات أو الفاريياسيون دونك هنا كالكول أو حسابيات سميوها حسابيات ستة حسابيات يعني شنو ممكن نحسبو في هاد التمارين أصلا كالكول شنو كيطلب منك تحسب في هاد التمارين ديال ليبيل شنو هما الحاجات اللي كيكون سوفون مطلوبين أنك تحسب أنك تحسبهم اول حاجه بعد عندي هي كميه الكهرباء او كميه الشحنه كميه الكهرباء او كميه الشحنه ديالنا خليك الفرادي
كمية كهرباء أو لا. دونك كمية الكهرباء، كمية الكهرباء هي كي كونتيتي ديليكتريسيتي جو كوا، ولا الشحنة ديال العمود. بون تلقى حتى شي سميت، تلقى سميت الشحنة. دونك كونتيتي ديليكتريسيتي، لا كونتيتي ديليكتريسيتي اللي هي كيو، عندها واحد الفورمول باش كنخدموها. شنو هي هاد الفورمول؟ الفورمول كتقولنا بلي كيو كتساوي ان الكترون فوا اف، وداك اف هي الفارادي، وكتساوي لنا الكورون الكتريك فوا دلتا تي. هنا خصك تنتبه لنا غير لي زونيتي فقط، دلتا تي خصها تكون بالسكوند، اي خصها تكون بالامبير، ان خلاص راه كونتيتي ديال الماتيغ دونك راه تكون بالمول، كمية مادة. فارادي هي ديك تكون معطية كوني، معطية هي. و كي اللي هي لا شارج ديالي، دونك نقدر نسميها لا شارج، كتكون بالكولون سي لا شارج، الشحنة ديالي أو لا كونتيتي ديال الكتريسيتي، مفهوم كمية كهرباء أو اللي كنسميوها لا شارج ديالنا. دونك هاد الفورميل هادي أساسية أنك تكون حافظها وكتعرف تخدمها. دونك هادشي كنعاود نفكر بلي نفكركم ولا نذكركم بلي هادشي اللي جاي في الإطار المرجعي اللي عندنا هنا، مفهوم الإطار المرجعي اللي حاطها لكم الدولة. دونك قلنا في الحسابيات ديالنا يدخل شي واحد سيونس مات على غفلة يسمع الحسابيات يقول هذا صافي دخلو في طابة ديال المات. دونك هنا عندنا قلنا في الحساب ديالنا اللي كاين في الأعمدة خصك تكون حافظ هاد الفورميلا هادي وكتعرف تخدمها. كي تساوي ان الكترون فوا اف اللي هي اي فوا دلتا تي، هادي مطلوب منك انك تكون عارفها وكتعرف تخدمها. هادي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية خصك تكون كتعرف تخرج الان الكترون. الان الكترون شحال كتساوي لنا؟ ان الكترون ديما سواء كنتي داير جدول وصفي طابلو دافونسمون سواء ما كنتيش دايرو، خصك تعرف بلي ان الكترون كتساوي لنا واحد العدد أ فوا إكس. غتقولي شنو هو هاد العدد أ؟ أ هو عدد الإلكترونات التبادل، أ هو العدد ديال الإلكترونات التبادل. دونك نومبغ ديال الإلكترون إيشونجي، نومبغ ديال الإلكترون إيشونجي. مثال، نرجعو طبعا للمثال ديالنا اللي شفنا في الأول ديال الدرس. إلا فرضنا أنا كنت خدام غير بالمعادلة هادي، أنا خدام غير بهاد المعادلة، ندير لها شي كولور آخر. إلا فرضنا أنا خدام غير بهاد المعادلة هادي، دونك هاد المعادلة هادي شحال هما عدد الإلكترونات اللي تم التبادل فيها؟ هما ثلاثة الإلكترونات، مفهوم؟ قبيلة، أه الله يفرح بس قبيلة وي، راني عاودت دينا عاودت من اللول، عاودت من حبس اللايف راني عاودت. دونك قلنا الا خدينا كمثال هاد ليكواسيون هادي صافي، هاد ليكواسيون هادي شحال هما عدد الاكسترون التبادل اللي كاينين فيها؟ دونك هاد ليكواسيون هادي اللي عندي هنا شحال هما عدد الاكسترون التبادل اللي كاينين فيها؟ عدد الاكسترون التبادل هما الاكسترون اللي كيبانو لي في المعادلة، مفهوم؟ هما الإلكترونات اللي كيبانو ليا في المعادلة. المعادلة شحال فيها إلكترون؟ فيها ثلاثة الإلكترونات. إذا في هاد الحالة غادي نقول بلي إن إلكترون كتساوي ثلاثة إكس، مفهوم؟ في هاد الحالة هادي لأن عندي ثلاثة الإلكترونات. و إلا كنت خدام عاوتاني في الحالة الثانية دونك إلا كنت خدام أنا في الحالة الثانية اللي هي هادي، دونك فرضنا خدامين في الحالة الثانية قلنا اللي هي هادي، وقلت لك عطيني عدد الإلكترونات التكافؤ، غتقولي بلي عدد الإلكترونات التكافؤ يعني النومبغ ولا كونتيتي دو ماتيغ ديال زيليكترون ديكيفالونس كيتكنا، دونك فين كتبتها قبيل؟ أه نومبغ ديال إلكترون إيشونجي، ولا عندهم سمية أخرى اللي هي إلكترون ديكيفالونس، إلكترون ديكيفالونس، فهم عدد الإلكترونات التبادل.
دونك في هذه الحاله كتعطيني هذيك طون التفاضل تمشي للعدد ديال الطونط اللي عندك شحال عندك عندك جوج دونك كتكون عندك جوج اكس هنا صافي ولكن هنا اللي خصك تنتبه له وهذا هو البيج اللي كيوقعوا فيه التلاميذ شحال من تلميذ كتلقى في شي تمرين عطينا خدم غير بهذه المعادله مفهوم وطابي له في السؤال من بعد يحسب لي مثلا الكميه ديال الماده ولا كونتي الماتيغ ديال السي ال دو اللي هو غاز مفهوم وكيمشي يخدم نفس الاكس اللي لقاها منين كان خدام بلا 3 بلس وهذا راه خطا لانه هو اعتمد ليا على من كتلقى اعتمد ليا على هذه المعادله هذه ديال لاي 3 بلس مفهوم والمعادله ديال سي ال 2 راه فيها جوج اكس ما فيهاش 3 اكس اذا راه طاح في البيج ديالو داكشي علاش انا كنفضل ان التلميذ ملي يكون خدام في التمارين ديال الاكسده اختزال يعني التمارين ديال الاعمده بصفه عامه ياخذ المعادله النهائيه ويهني دماغه دونك هادي اللي انت خديتيها فرضنا انا طلبت لك عدد الالكترونات التكافؤ تقول لي بلي الان الكتروني واحد الالكترون التكافؤ شحال كيساوي اصلا ما كاينش هنا الكترونات وداكشي اللي بغينا هنا ما كاينش الكترون دونك تبادلوا بهم شي عطى وشي خدا هذا عطى جوج مضروبه في ثلاثة وهذا عطى ثلاثة مضروبه في جوج اللي هي شحال 6 الالكترونات اللي تم التبادل بها دونك ان الكترون كيساوي ليا 6 ومن هنا من تكون فهمتي ليا كيفاش دير تخرج الكترون عاد نقول لك اخويا دوز كمل الله يسخر مفهوم لان من تما يبان لك السؤال ديال تحسب ليا كونتيتي دو ماتيير ديال شي عنصر كيف ما بغى يكون كونتيتي دو ماتيير ديال شي عنصر كيف ما بغى يكون مفهوم الفيديو تيسبوندا لا ماشي وانا ما فيش لي هنا كونيكسيون حبس وقيله يا فيديو اون ديريكت تيرميني تيليشارجي لا فيديو تا تيليشارج مو معطانيش قال لي غير تيليشارج بارطاجي شات كاع يعني دابا انا كيوصلني داك الشيء تقل على اللي خدام به كتكون فايتني دائما انت فايتك اه هنا كنسمع هضره وكنلقى مازال ما فهمتيني هنا مازال كنشوف شي حاجه ومازال ما وصلت لها انت شو دابا واش يطلع طلع واحد صافي غادي نشوفو تا طلع صافي تقطع اللايف جو كخوا قبيلاتي تقطع اللايف سي زهير الإدريسي متوحشناك أصاحبي بان سي يوسف تبارك الله تبارك الله سي يوسف ايه الله يهدي هاد اللايف الله يهدي بدا شنا غير خوتنا اللي شحال هادي ما شناهم بون نكملو شاد لك بلال شاد دونك قلنا نكملو ندير الطاين ديال اكس دونك هنا بعد المرات يقدر يطلبك تحسب ديال الطاين ديكس اللي هي كونتيتي دو ماتيير ولا الفارياسيون ديال كونتيتي دو ماتيير الفارياسيون ديال لا كونتيتي دو ماتيير ديالك كونتيتي دو ماتيير دونك اللي هو تغير الكتلة تغير كمية المادة تغير كمية المادة دونك دلتا ان ديال اكس كيف ما بغا يكون كتمشي لداك الاكس اللي كاين عندك في داك المعادلة داك الرقم اللي حداه كتحطو وتضربو في اكس مفهوم سيبوزون مثلا عندنا في المعادلة هذه بغيت نقلب انا على كمية المادة ديال سي ال 2 دونك سي ال 2 شنو الرقم اللي حداه
هذا 3 دونك ندير بلي كميه الماده تسالدو هي 3 فوا اكس مفهوم سيبوزون بغيت نقلب على كميه الماده ديال الاي 3 بلس كونسيست الماتير ديال الاي 3 بلس دونك نديرو ديال طا ان ديال الاي 3 بلس كتساوي لنا 2 اكس لان حدا الاي 3 بلس كاين 2 بغيتي سي ال موان كاين حداها 6 بغيتي ال ال حداها 2 وانت غادي دونك ما تحتاجش على ترسم جدول وصفي نهائيا طابلو دافونس ما تحتاجش ترسمو غير من خلال الرياكسيون غادي يبان لك كيفاش دير تخرج الدلتاين ديالك وهاد الدلتاين نورمالمون ملي كتحسبها كتعتمد في الحساب ديالها على الاكس والاكس اللي تخرجها ليا اللي انت تحتاجها باش تحسب الدلتاين غتخرجها ليا منين من الان الكترون لان عندك واحد العلاقه مباشره بين الكترون ما بين اكس والان الكترون ملي غادي نخرجوها والان الكترون ضرب بك واحد الدوره طويله باش توصل من هنا نخرجوا الان الكترون لان الان الكترون عندك تخرج لنا من ديك القاعده هذيك انت عندك كي تساوي ان الكترون فوا اف تساوي اي فوا دلتا تي وهادو بعد الوطنيات اللي شفنا في هاد الاعمده التلقائيه كلهم هادشي علاش كيدور كيدورو غير هادشي دونك تخرج لنا ان الكترون من تما اللي غاتجيك اي فوا دلتا تي على اف ومين تحسب لي ان الكترون انت ديجا مثلا هنايا نفرضو في هاد المعادله هادي انا عندي ان الكترون كتساوي 6 اكس دونك نخرج الاكس ديالي كتجيني ان الكترون على 6 الى عاودتيها بقيمتها تجيك هي اي فوا دلتا تي على 6 اف وانت خرجتي الاكس ديالك ملي كتخرج الاكس تجي تعوضها لي هنايا نفرضو مثلا انا بغيت نحسب هادي دونك كتجيك دلتا ان ديال الاي 3 بلس كتساوي 2 اكس والاكس انت راك لقيتي التعبير ديالها ها هو دونك كتجيك هي 2 في داكشي اللي انت تختزل بجوج تبقى عندك اي فوا ديال طاتي على لتحت 3 اف وانت خرجتي كميه الماده ديالك مع العلم انه نادرا نادرا جدا فين غتلقى شي سؤال ديال احسب كميه الماده او تغير كميه الماده وانما السؤال كيكون مطروح ماشي هو هذا السؤال كيكون مطروح هو تكالكولي الفارياسيون دو ماس او لا فارياسيون دو فوليوم او لا فارياسيون ديال كونسونطراسيون او لا فارياسيون ديال الفارياسيون وي شي كلمه فيها فارياسيون دونك السؤال اللي كيكون مطلوب عندنا هنايا هو حساب تغير مثلا الكتلة حساب تغير الكتلة دونك فارياسيون دو ماس دونك انت هنايا غتعتمدنا اخويا على واحد العلاقات كتشتيهم في الشيمي شحال هادو العلاقات ديال الشيمي راه كيخدمو ليا في اي بلاصة لا في الشيمي ولا في الفيزيك حتى الفيزيك النووي راه كنخدمو علاقات ديال الشيمي دونك هنا عندنا الفورمول قلنا اللي غادي نخدمو ديما هو داك الان نمشي هاد الكتاب عندي انا ان كتساوي سي فوا في كتساوي بوتيت ام على كروند ام كتساوي في على في ام هادي هي الفورمول اللي كنخدمو في كاع التمارين ديال الاعمده اللي هما لي بيل دونك سيبوزو بغيت نحسب ان تغير الكتله شنو غنخدم غنخدم ان مع ام على ام وغادي نجي نقول لك بلي بوتيت ام كتساوي لنا ان فوا ام خرجتها من هنا صافي دونك هنا شنو جين فرضنا انا بغيت نحسب التغير مثلا الكتله ديال شي جسم نرجعو للمعادله ديالنا الجسم اللي عندي هنايا هو لا ال لان ال هو اللي سوليد هنا لا ال هو اللي سوليد هذا غاز مثلا هي فا سوبوزي بلي راه غاز وصافي وهذا اكو تداك فهم دونك الى فرضنا بغينا نحسبوا كتله دونك خصها تكون ديال جسم صلب دونك نفرضوا ان حنا نخدموا نحسبوا الكتله ديال الايل ديال غتكون هي دلتا ان ديال الايل مضروبه في الام ديال الايل دلتا ان ديال الايل مين نخرجها دلتا ان ديال الايل قلنا ديما كنمشي للمعامل ديالو ها هي المعادله ديالي ايل شنو حداها حداها جوج هنا هنا ايل حداه جوج دونك يكون جوج فوا اكس اذا دلتا ان كتساوي لنا جوج فوا اكس وانت ديجا راك لاقي الاكس
اكس قلنا هي ايفو دلتا تال اس اف هي هذه دونك ايفو دلتا تال اس اف اذا غتولي عندي هي جوج في اي فوا دلتا تي على ستة اف اللي هي من تحسبها غتجيك هي اي فوا دلتا تي على ثلاثة اف وتعوض بها الفوق غتولي انت حسبتي لي الكتلة ديال لا ال ديالي لا ماس ديالها هي دونك اللي هي اي فوا دلتا تي على ثلاثة اف ومضروبة في الام ديال الالومنيوم وانت ساليتي حساب ديال الكتلة ديالك. سيبوزون سو ما سولكش على الكتلة سولك سيدي مثلا على الغاز دونك حساب حجم الغاز حنا غنسيبوزيو بلي سي ال دو راه غاز بون دونك فارياسيون دو غاز فارياسيون دو فوليوم d'un gaz. Donc, on a la formule qui est de la même chose. On a n qui est égal à v à la vm. Donc, la formule qui est de la même chose. V est égal à n fois vm. C'est ce qui est égal à Cl gaz. Donc, on a dit que v est égal à Cl2. Qui est égal à la quantité de matière qui est égal à Cl2. Ou la différence, ou la variation de la quantité de matière qui est égal à Cl2. فوا الفوليوم مولير ديالي وكيف ما العاده دلتا ان ديال سي ال 2 تخرجها ليا من ليكواسيون سي ال 2 هنا شنو حداه سي ال 2 حداه 3 وكتكون عندك 3 دونك دلتا ان كتساوي لك 3 اكس وتعوضها ثاني اكس بقيمتها وغاتجيك هي اي فوا دلتا تي على 2 اف وتطلع عاوتاني وتعوض ليا هنايا وانت حسبتي ليا الفارياسيون دو فوليوم اللي هي اي فوا دلتا تي على جوج اف فوا الفوليوم مولار وانت لقيتي بالمناسبه ملي تكون كتصيب في نهار الامتحان ملي تكون كتصيب لي ريزولتا ديالك حاول تونكادري تقول لي سيد لونكادرومون كياخذ الوقت ما تونكادريش بالمسطره ماشي انا قلت لك اونكادري ليا بالمسطره المهم خربش شخبط شخابيط بين له بلي داك الريزولتا اللي لقيتي راه هي المهمه في داكشي كامل ماشي تخلي الاستاذ هو يقلب على راحته فين هو الجواب ديالك الصحيح دونك ثالث نقطه بون هنا نوليو كنعاودو غير في داك الفورمولا اللي كتبت لكم في الاول كاع هاد الفورمولا اللي كتبناها هنا بالاحمر انا نوليو كنعاودو غير فيها حتى غادي تحمض مسكينه كاع حساب تغير التركيز دونك حساب تغير التركيز ولا فارياسيون de concentration variation de la concentration d'ienna ah ou la hisab tariot tarkiz gna donc gna ati nafs lqad ya nkhdmo anna wahed alaqa katrabtna ma bin quantité de matière ma bin concentration li hiya n dial ay ansor katsawi na concentration tarkiz dial dak ansor fois v. Donc il est un abri de variation de la concentration de chaque ensor. Alors est-ce qu'on peut savoir il y a delta n de la ensor en qu'on met le volume de l'eau. Ou la même chose que nous avons ici, nous allons prendre un exemple. C'est le moins. Faire le moins. Faire un petit peu. Moins de la nation, nous allons c'est le moins. Donc nous allons c'est le moins. Un deux sta, un deux moins un mille sta, c'est le moins. Il donne la forme d'un abri de nation. الفاريياسيون ديال الكونسونطراسيون ديال سي ال موان غنقول هي دلتا ان ديال سي ال موان على في و دلتا سي و دلتا ان ديال سي ال موان راه قلنا شنو حدا سي ال موان كاين حدا 6 دونك هي 6 اكس اللي هي قلنا اكس نعوضها بقيمة ديالها اللي هي اي فوا دلتا تي على 6 اف غتبقى لك هي اي فوا دلتا تي على اف وجي عوض بها خويا هنايا وهنيئا مليئا لك انت عرفتي الفورميل ديالك اي فوا دلتا تي على f فوا v صافي انت ساليتي سي بون دونك هنا غادي نكونو شنا كاع الاسئله اللي ممكن تلقاهم في شي وطني
مفهوم بخصوص الأعمدة التلقائية. صافي هادشي اللي كنظن هادشي اللي كاين اصلا في الوطنيه كاملين تقريبا لي كيستيون كاينين. اذا قلنا اهم حاجه تكون كتعرف تصيب عمليه التفاعل اكس اختزال رياكسيون اوكسيدو ريدكسيون، وثاني حاجه تكون كتعرف تحدد قطبيه العمود سواء بالامبيرمتر سواء بلو سونس ديال الكورون يعني من حد التيار او لا بداك توضع وتاكل او لا اكسيد اختزال بون بحال هكا. ثالث حاجه تعرف تصوب الشيما كونفونسيونيل، تعرف تصمم الشيما اكسبيريمونتال، فهم تعرف تسمي العناصر اللي كاين في الشيما اكسبيريمونتال لان سبق لها تحط هذا في الوطني. تعرف تحسب تغير الكتله تغير الحجم وتغير التركيز، فهم وتعرف تحسب كونتيتي ديال الكتريسيتي او لا شارج قلنا ديال الكتريسيتي اللي هي كيو كيو كتساوي الكترون فوا اف فوا اي تساوي اي فوا دلتا بي. هذا كل ما لدينا حول هذا الدرس، وإلى حصة قادمة إن شاء الله. وغادي نشوفو وي ميرسي مزيو أوي. خلي لينا شنو نخلي؟ خلينا لي زيكزارسيس. واخا لي زيكزارسيس ما عرفوش نحطهم هنايا ولا نحطهم في لاباج، غالبا نحطهم في لاباج ديالنا في الجروب. طول الاكزرسيس اللي غادي نخدموها ثاني غدا ان شاء الله انا نحطهم لكم في الجروب باش تخدموهم على تيسا ونصحوهم غدا ان شاء الله. ولي زيكزرسيس اون جينيرال ديال العميده كيكونوا ساهلين ماشي شي حاجه صعيبه. ويعتقد ان كاع الوطني اللي يكون في 2020 فيه قلنا فيه الشيمي البارتي شيمي اللي هي اسيد باز، فهم اسيد باز، وتقدر تكون شي جوج نقاط او جوج نقاط ونص على العميده التلقائيه. نزيدو نتوقع البركة بركة كل مرة نتوقع حاجة.